من جديد برحب فيكم مشاهدينا، ومن جديد أيضا إضاءة على تطورات الساعة والحركة الدبلوماسية اللي عم يشهدها لبنان عقب النكبة اللي حلت ببيروت والانفجار اللي صار من أسبوع تحديدا. برحب بضيفي دكتور وفي إبراهيم، الأستاذ الجامعي والكاتب السياسي. أهلا وسهلا فيك دكتور. كنا نتمنى تكون ضيفنا لنحلل مستقبل لبنان المشرق إن شاء الله مرة تانية، وليس هذه الألام اللي عم نمر صحيح فيها للأسف. صحيح، بداية هيك صورة المشهد اللبناني بدأت هيك، إذا فينا نقول عم ندخل بمرحلة جديدة. أكيد عم يدخل مرحلة أشد سوءا يعني مما كانت، يعني أتى تفجير المرفأ أو انفجار المرفأ ليضيف إلى انهيار اقتصادي ضخم يعني لم نكن يعني نستطيع أن نتعامل معه. فكيف الحال اليوم مع إقفال مرفأ يلبي 70 إلى 75% من الاستيراد والتصدير في لبنان؟ لذلك نحن في يعني هاوية عميقة جدا. هناك محاولات دولية لمعالجتها، إنما تحتاج إلى الكثير من الوقت. يعني على اللبنانيين أن يعانوا طويلا قبل أن يتلمسوا شيئا يعني من الضوء. نحن اليوم في ظلمة، ظلمة يعني قاسية جدا، أسبابها بالطبع داخلية، إلا أن الطرف الدولي والإقليم استفاد منها وعمق استتباع لبنان له بواسطة هذه المسائل. لذلك اليوم لدينا مشهدان، هي المشهد فرنسي أمريكي سعودي يتفاوض مع معادلة الحكم. معادلة الحكم في لبنان ثلاثية، هي معادلة التيار الحر، حركة أمل، وحزب الله. هذه معادلة الحكم. وأيضا هناك فرنسا أمريكا السعودية، يعني الأطراف الداخلية صدقيني غير هذه القوى ليس لها دور فيما يحبك. يعني مثلا ما قيمة زيارة اليوم وزير الخارجية سامح شكري لولي جنبلاط؟ لا تدخل في يعني مسألة زيارة تفقد والاطلاع عليه وكسب مصر زاوية أهمية في الفلسفة اللبنانية، إنما المشهد الأساسي هو ما تفعله فرنسا بتغطية أمريكية. هي تحاول أن تستدرج تأييدا سعوديا لمحاولات اتفاق مع فريق الحكم الذي هو ثلاثي. يعني هذا ما يجري في لبنان، انما ما يؤسف له يعني ان الهاويه كبيره جدا، بشكل ان هناك محاوله للحصول على تنازلات من فريق معادله الحكم من طريق الدعم المادي. يعني مثلا نحن بحاجه ان ناكل، ان نعيش، ان نرمي المرفأ. هيدي قبل نكبه بيروت، كيف هلا من بعد الدمار اللي صار؟ هلا وصلنا الى مرحله ان الامساك بعنق لبنان اصبح مشروعا. لأنه لاحظ يعني أطراف داخلية تشاغب في الشارع وتشاغب من أجل لا شيء، فقط لإحداث فراغ وفوضى من دون أي أمل ببارقة ضوء سياسية. لأن فريق معادلة الحكم لديه جمهور واسع لا يستعمله، لأنه يعرف أن هناك من يستدرجه إلى الشارع لإثارة حرب أهلية. لذلك اليوم مرحمة بلبنان وبهذا الشعب اللبناني، علينا أن نتوقف لكي نراقب مشهد الحوار الدولي مع الفريق الداخلي لكي نستطيع أن نؤمن حلا. يعني مثلا الحكومة الجديدة مسألة هامة جدا، يعني أمس الفريق الحاكم هو الذي أقال حسان دياب، علينا أن نعترف بشيء من الحقيقة. قد نسأل لماذا؟ لماذا؟ لأن هناك طلبا فرنسيا مغطى من قبل أطراف دولية بحكومة جديدة. يعني الضغط وليس الفريق الحاكم، يعني الضغط الخارجي أدى إلى اتخاذ هالقرار على الفريق الداخلي. الفريق الداخلي أزاحها الدكتور حسن دياب، على حسن دياب على الرغم من اعترافهم بكفاءاته، لأنه لا يمتلك موارد يستطيع بواسطتها أن يحقق أي شيء. شو البديل بسبب يعني؟ الضغط عم ينحكى بنواف سلام، العودة لهالاسم اللي كان قبل. أنا ما بعتقد أن نواف سلام هو يعني مطلب أمريكي، بس أنا ما بعتقد أن الأطراف الداخلية قد توافق بسهولة على هذا الاسم، لأنه يعني أولا غير مجرب. يعني كان سفير لبنان بالأمم المتحدة ما بعتقد بيتوافق مع الحيادية المطلوبة بالداخل اللبناني. أنه المطلوب يعني على القليل رئيس حكومة، يعني لا نطلبه أن يكون فريقا، إنما على الأقل أن يكون محايدا. نواف سلام متزن. حسن دياب ما كان محايد؟ بلى كان محايد. لماذا تمت التضحية فيه؟ حسن دياب صار فيه اعتراض ضخم يعني من داخل لبنان، يعتبر أن ميشيل عون يمثل قمة
الطائفة المارونية. نبيه بري يمثل قلب الطائفة الشيعية، لماذا لا يمثل رئيس الحكومة السني أيضا السنة؟ اعترضوا على هذا الأمر وابتدأوا يحرضون في الشارع، يقول لك حسان دبري يمثل أحدا. هي هذه هي تبين أؤيدها. بس هون في تناقض، يعني عم بينحكى انه لازم يجي هذا رئيس حكومه محايد، محايد يعني ما بيمثل طائفه سنيه، محايد على الصراعات يعني الدوليه والاقليميه، انما في الداخل يمثل طائفته. نحن في قلب مين يعني طائفي لبناني، بس مين دي يعتبروا هن يعتبروا بتحكي عن تمثيل طائفي يعني مش رح يكون محايد، رح يكون سعد الحريري مثلا. بالعكس، اول شيء النظام اللبناني يحاصص من الطوائف، يحاصص يعني كل طائفة وكل مذهب له قصة، عندما في إطار يعني قوته داخل مذهبه بإمكان أن يكون قويا. أنا مش هذا منطقي، أنا بعتبر أنه كل الطوائف اللي يكون فيها يعني أي حدا كفء قادر يوصل، يستطيع أن يصل وأن يعبر عن رأي جماعة، إنما هذا هو المنطق الطائفي المعمول به في لبنان. يعني دائما في لبنان منذ تأسيس لبنان دائما يركزون على أن البنى الأساسية للدولة يجب أن تتمركز فيها القوى الأساسية للطوائف. لاحظي ولا مرة حدثت إلا مع سليم الخص أتى من مجال وظيفي، يعني كان في مصر لبنان وإلى آخره وجاء وأدى دوره، إلا أنه سرعان ما انتهى، لأن الطائفية البغيضة في الداخل اللبناني لا تقبل الأكفاء والشرفاء، هذه الطائفية لا تقبل إلا بهؤلاء اللصوص الذين اسمحيلي يعني الذين يحكمون يعني هذا البلد ويتوالون على سرقته وتدميره. لذلك اللبنانيون اليوم أمام هذا المشهد الدولي، هو مشهد لبحث عن حكومة ليس بالضرورة أن تكون أفضل من الحالية، إنما هذا يعني الغرب يعتقد أن فريقه في لبنان ليس ممثلا، أنه يعني تقريبا معزولا، يحاول أن يجد له مكانا في حكومة مقبلة، بالإضافة إلى أن هناك أشياء مخفية ربما الكثير لا يعرفونها، أن الغرب يريد أن لا يذهب لبنان إلى أي مكان آخر. يعني بأي معنى؟ أنه وصل مرحلة أفلس لبنان، وهن ما بيعطوا إلا بالسياسة، يعني المال مقابل سياسة، لذلك خشوا من أن يذهب لبنان إلى مكان آخر. فجرى كل الأحداث عم تشوفيها مصنوعة لكي لا يذهب لبنان إلى مكان آخر، ولكي يبقى في يعني حيث هو، ولكي يعني بشكل أساسي يعني لكي لا يحوله حزب الله إلى أي مكان آخر. يعني هذا الشيء اللي عملوا عليه، رغم أنه حزب الله ما كان كتير متداخل بالمسألة الداخلية اللبنانية، كان تقريبا يعني موجودا إنما على مستوى المراقبة من دون الفاعلية. بس حجة إنه تعرف خدمة إسرائيل الغاز في المتوسط، نحن في قلب حرب الغاز في المتوسط، واصل هيل هلا للتفاوض. لا أكيد هيل جاي بعد بكرة أو بكرة يمكن، بس مش جاي بإطار واضح مفهوم معروف مسبقا شو رح لا هيل جاي على أساس واضح. شو التفاوض؟ لا هيل جاي ليؤكد على الاتفاقية مع الفرنسيين. الفرنسيون يحملون مشروع حكومة مؤيدة من أمريكا، بقي أن تعطي السعودية موافقتها، لم تعطي حتى اليوم، يعني السعودية لم توافق على عودة سعد الحريري حتى اليوم، هي تضع شروط سياسية أكبر منها تجريد سلاح حزب الله. يعني ذلك المطلوب ضغط أمريكا على السعودية حتى تعود إلى ما كانت عليه قبل عامين أو ثلاث أعوام. هيل نعم جاي، واليوم مثلا هل هي بالمصادفة أن السفيرة الأمريكية ومعها مدير عام التنمية في الإدارة الأمريكية يزوران مرفق بيروت؟ أنا لا أعتقد أنها بالصدفة، بإطار مساعدات مساعدات، بس تأكيد على الدور الأمريكي، تأكيد على عودة الدور الأمريكي للساحة اللبنانية. الدول الكبرى لا تتعامل بأسلوب الحنان والشفقة، تتعامل بالأسلوب المادي من أجل الاستحصال على مكسب سياسي. ماذا يريد الأمريكيون؟ هل يريدون يعني أن يقفوا إلى جانب كل هذه المعارضة؟ أنا لا أعتقد، أنا لدي مصالحهم تاريخيا، كل الدول الكبرى تعمل بمصالحها الاقتصادية. أمريكا ما يهمها اليوم هي أولا الغاز في المتوسط، الغاز عند الحدود مع إسرائيل، ويهمها أيضا إيقاف حزب الله ومنع مداخلاته الإقليمية وعند الحدود الجنوبية. هذا بتهتم أمريكا بهذه المسألة، ما بيهم لا جعجع ولا جنبلاط ولا حريري. عودتها للمنطقة يعني أكيد هرعت للمساعدة، شعرت فلتت الأمور نحو الشرق يعني مثلا. ما في شرق، كل العالم الغرب ما فيها الصين، حتى الصين نفسها بتبيع ربع انتاجها بالولايات المتحدة، خمسه بأوروبا، أين توجد الصين؟ الصين نفسها والغرب. لذلك لبنان كان يبحث عن ملاذات أخرى ضمن الهيمنة الغربية. هذه الملاذات كانت الصين، العراق، المسيسري، العراق وين؟
العراق في قوات امريكيه محتله، يعني العراق اللي عم يتعامل معه هو جزء من النظام الامريكي. ما تفتكري انه يعني العراق يعني في البعض اصلا شبه بعدين ايران اذا ما تم يعني تسميه نواف سلام هو راح يكون قاضمي ثاني. مش نواف سلام ليس قاضي، ممكن يكون سعد قاضمي اكثر من نواف. اف ليه؟ يعني نواف فيك تعتبريه مثل يعني امريكي بشكل كامل، أو يعني رضوخ تام للاملاءات الخارجيه. القاضم هي يعني مشروع هدنه امريكيه ايرانيه في العراق، وهو يلعب هذا الدور ببراعه. يعني القاضمي يوم بتلاقيه بواشنطن، ثاني يوم بايران، يوم بيلبي مطالب امريكا، يوم بيلبي ايران. نواف سلام ليس من هذا النوع. نواف سلام عندما كان سفيرا للبنان كان يطرح دائما مطالب امريكيه على لبنان ويوافق عليها. لذلك انا بعتقد انه اشكاليه الا اذا تعهدوا تعهد هو او الفريق الذي يمثله انه يحمل هيدا المرحله الانتقاليه. مجرب بتعرف انا بعرفه من باريس، كنا يعني كنا عم نعمل دكتوراه كلنا وكان هو اعلى مني. يبقى الحقيقه كان يساري، يعني كان محسوب على الاحزاب اليساريه. انظر للتعيينات يعني ما بتفعل، يعني شيء بالحقيقه مضحك باي حال. غير اتجاهه. انا بؤمن اكيد، يعني انا بؤمن مثلا ان موازنات القوى في الداخل غير ممكن تجاوزها. يعني كل الضحك اللي عم يصير، اول شيء العماد عون يمثل غالبيه في جسم مسيحي، وهو قوة كان بإمكانها أن تصبح وطنية لولا الأزمات التي حدثت، وهي ليست أزمات من صناعة عون، هي أزمات من صناعة الإقليم انفجرت في عهد عون. عرفت كيف المقصود فيها؟ لذلك لسوء الحظ أن كل أزمات ورح تنتهي؟ أنا بتنتهي عند مشروع طويل. يعني الأزمة اللبنانية أزمة عميقة جدا تحتاج إلى الكثير من الوقت، إنما يجب تأمين ما يؤدي إلى استقرار الوضع. إذا بقي الوضع يتدهور نحن قد نذهب إلى حرب أهلية في الداخل. يعني مثلا هذه المبالغات التي يقومون بها لإعلان حرب أهلية، يعني قد نصل في مرحلة ما تجدين أن البلد قد اشترك مع بعض البعض. لذلك المطلوب توفير مسألتين، نوع من الدعم الاقتصادي للناس، اثنين تأمين الحكومة على مستوى المرحلة. على هذان أمران مطلوبان بسرعة، وإلا طبعا كما تفضلتي نحن نذهب إلى بعد مأساوي أبعد. يعني لبنان بده يعني اكبر من الفاجعه اللي عايشينها اذا ما لقينا حل سريع. تصوري فرط الكيان، يعني فرط البلد، صار كل حي لوحده. شو يعني؟ يعني صار عندنا شي 10 لبنان، يعني لبنان ماروني، لبنان شيعي، لبنان سني. هلا هو بعد في هامش بسيط ان هناك دوله، هذه الدوله ليس لديها فعاليه قويه، انما لم تتفكك رسميا بعد على المستوى الدستوري. لذلك ان نذهب الى احياء تأكد أن هذا يؤدي إلى تصديع الكيان السياسي اللبناني والتعامل مع لبنان بعقلية وكأننا نستطيع أن نوطن فيه أقوام من الفلسطينيين والسوريين. طبعا أنا أؤكد لك أن مشروع كيسينجر الذي كان يقول أن لبنان خطأ تاريخي وأن بإمكان من طريق لبنان حل القضية الفلسطينية وقضايا أخرى، يعني بنجيب مليونين فلسطيني موطنهم بلبنان منهجر أهل لبنان، والمقصود بأهل لبنان صدقيني. بس الشيعة في عندهم بعد عراقي بعد إيراني. المسيحيين وين؟ أهل لبنان يعني عم تحكي عن المسيحيين أنا تحديدا. أنا عم بقلك، أنا عم بقلك أنه بعض المسيحيين عم يلعبوا لعبة رح يندموا فيما بعد، وأنا بتمنى ما نوصل لهالمرحلة. لأنه إذا هجر من لبنان يعني هذا الامر سيصيب المسيحيين، لان الغرب مستعد يستقبلهم. بس هلا كندا اعلنت عن استعداد لاستقبال مليون مهاجر هلا، بس تكون اعماره فوق 30. يعني لاحظ ايه، نحن مصرون على بقاء المسيحيين ضمن مداهم الوطني والتاريخي. وهذا الامر في تخوف. طبعا في تخوف، خاصه هلا بعد النكبه وتشريد الناس. هلا ما في اشغال من دون وظائف، لا اعمال، لا اقتصاد، لا سياسي، لا امل. والمسيحي يعني في فوت على بلدان مثل كندا، مثل استراليا، مثل اوروبا، اكثر من المسلم. شو بيصير؟ بصير في عندك هجره قويه في هذا المجتمع. هل يرى جعجع هذا الامر؟ هل يرى الكاردينال؟ انا عم بسالهم، انا شيعي بس عم بقول لهم هذا لبنان مركب طوائفيا، اذا في حال فرط قسم منه فرطوا الكل، نحن بنروح على العراق. انا عم بقول لك يعني في مجال للحركه، بس هؤلاء مهددون بالرحيل الى امكنه اخرى. وانا بقول لك اذا عم يفكروا بالسيطره على لبنان لوحدهم عم يغلطوا، ما بيقدروا. هي واحد يعني لا جعجع بيقدر
ولا يعني مين ما كان، لانه هالامر بتعرف مركب بلبنان تركيب شديد. لذلك المطلوب العوده الى حمايه لبنان بالتضافر الداخلي. هاي مرحله العماد عون كانت مرحله شديده الوطنيه يحاولون ضربها بسبب يعني هيك مصالح داخليه فقط. طيب شو طبيعه العقد السياسي الجديد اللي يحكى عنه الأخيرة بشكل مكثف يعني، وانه قربت حتى يعني المدى المنظور؟ هلاك هلا في محاولة فرنسية اللي يعني جعل لبنان مستمر كما كان، إنما بشكل فيدرالي يعني مركب جغرافيا. هنا تكمن الخطورة. يعني مثلا بيقول لك طيب نحن بنعمل توسيع للحكم الإداري، بتصير كل محافظة حاكمة حالها بإطار من التحالف مع المحافظة الأخرى. هلا هذا الامر كان موجود بالدستور اللبناني، بس ما كان موجود على مستوى جغرافي، انه مثلا انا مش عم نط على 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 بلد اخر، انا من ضمن لبنان، بروح على جبل لبنان من ضمن لبنان، بروح على الجنوب من ضمن لبنان، انا اخشى انه يتم تكريس هذه الفرقه الجغرافيه بما يؤدي الى توسيع الفيدراليه الدستوريه الموجوده في لبنان فتصبح فيدراليه جغرافيه، هون الكارثه. يعني أنا خايف أنه يعتبروا عم يحموا لبنان بهذه الطريقة. حماية لبنان بتتم بالمزيد من الانسجام بين اللبنانيين، بدهم يخلوا موضوع الطائفي فليبقى. امبارح كان اقتراح بري كان رائع، امبارح ما قال لهم يعني خلينا على النظام الطائفي مع مجلس الشيوخ، يعني كان رائع. بس هذا الاقتراح مش جديد. ايه بس ما طبقوه. ولهلا مين طبقه؟ طبعا ما حدا طبقه، ليش ما طبقوه؟ نظام الطائفي نفسه ما طبقه، هذه الطبقة الموجودة في السلطة هي ما طبقته، لأنه حكوا بإلغاء الطائفية السياسية وإبقائها ويعني تعديلها بمجلس الشيوخ طائفي. مجلس الشيوخ بحافظ على مصالح الطوائف وبصير في عندنا نظام انتخابي حر داخل لبنان. هيدا سياسيا، ولكن هلا يمكن الناس حديثها الاساسي التحقيق بما حدث ببيروت. وخليني اشير لتغريده بهالاثناء يعني من نص دقيقه للواء النائب جميل السيد، بيقول تقدمنا صباح امس باقتراح عقد جلسه طارئه لمجلس النواب لتشكيل لجنه تحقيق بصلاحيات قضائية حول كارثة انفجار مرفأ بيروت وظروفه ومحاسبة المسؤولين عنها. عسى ألا تنام في أدراج المجلس كما نامت قبلها لجنتا التحقيق حول مخالفات وزارة المال ومصرف لبنان وحول النهب بقطاع الخلوي والاتصالات. يعني النائب السيد كثير كثير خلوق وبعدين يعني دقيق، بس هل يطلب من متهم أن يحكم على نفسه؟ يعني طب شو اذا ما يطلب اجي تحقيق وزاره الماليه؟ يعني مين وزاره الماليه؟ وزاره الماليه ممسوكه من 10 سنوات من رئيس بري. لما يطلب مثلا تحقيق بمواضيع اخرى، هذيك ممسوكه من الحريري، هي ممسوكه من جنبلاط. يعني لذلك نحن نحتاج ايها النائب السيد الى وزارات قوى. وزارات قوى شعبيه تستطيع فرض هذا الامر، اما اسلوب التمنيات واسلوب انني اتقدم بشكوى. مش بس هيك تمنيات يعني، وكانه ايحاء بانه ما رح نوصل لمطرح مثل ما صار قبل، رح يصير بكره. انا بس عم بقول له لانه دائما تحقيق المطالب بيتم يا اما ببلد قانوني يقوم على تطبيق القانون، وهذا الامر ليس حاله لبنان، اما بايجاد وزارات قوى شعبيه تستطيع فرض هذا الامر على المؤسسات الدستوريه والقضائيه. لذلك العظيم ان يقول الجميل السيد هذا الكلام، انما نحن لم نصل في اي تحقيق الى اي نتيجه، وانا اخشى ان موضوع المرفأ لم نصل، لانه هلا دخلنا، هلا صار في عندنا امن عام، امن دوله، قضاء، حتى بيطلع انه الامريكيه كان معه خبر. لاحظ اليوم في تصريح اصلا تغيرت التصريحات من اول دقيقه غير بعدين. عماد عون قال انه باخر تموز بلغوه عنهم، بعد دغري باخر تموز يعني بواحد اب بعد للتحقيق بالموضوع وما عرفش ما حدا رد. يعني خذي بواحد لعشرة تم الانفجار. انا هذا طبيعي. الوزير واحد من الوزراء انا سمعته على التلفزيون قال لهم ايه عرفنا وبعثنا دغري لنحكي بالموضوع ما ردوا علينا. طيب مين ما رد؟ ما في هيدا الشغلة مشبوهة يعني، هذا ليس تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع رح نكفي إيداني. هيدي إيداني كبيرة، إيداني أن هناك من فجر هذا المرفأ سواء كان بالإهمال السياسي
اخشى ان يكون هيك من سياسي، واخشى انه صاحب الباخره عم يطلع بيقول لك نحن كذا رايحين على موزمبيق، اليوم بياكدوا انه ما في خبريه موزمبيق، موزمبيق لفت انه ما في اي باخره اللي عندها كان. وحكى يعني انه ما تعطلت وكل هالتفاصيل، رح نكفي بهالموضوع لانه نقطه كثير مهمه. ولكن شو رايك دكتور نروح لمرفق بيروت يلا. لزميلنا جورج عبود أوكي. نشوف من جديد اخر المعطيات والصوره من عنده من تحت. جورج مره جديده يعطيك الف عافيه، تفضل. الله يعافيك يعني ناتالي، إليك ولضيفك الكريم ومشاهدي الأو تي في. يعني بالجديد التحركات، بدء توافد عدد من المحتجين إلى تمثال المغتربين بخطوة رمزية من أجل إضاءة الشموع على أنفس الشهداء اللي سقطوا جراء تفجير مرفأ بيروت. على خط عملية البحث يعني من أصوات وضجيج الجرافات المكثف، نقدر نعرف أنه عملية الجرف عم تتواصل بوتيرة كثير عالية ناتالي، من أجل المناطق يعني اللي تم إخلاءها من الجرحى أو من الشهداء والأشلاء يتم جرفها، وبالتالي ترجع يعني على الأرض ليرفعوا الضرر ويرفعوا الركام والردم وكل شيء تطاير جراء عصف هيدا الانفجار. هذا الموضوع عفوا عم بيصير ايضا تزامنا مع عمليه عمل الجرافات، انما بطريقه كثير دقيقه، لان بنعرف بعد في شخصين داخل اهراءات القمح، بالاضافه الى المحيط، محيط العنبر رقم 12 ايضا، في عناصر من اطفاء بيروت بعدهم ما تم العثور عليهم وهن بعداد المفقودين. يعني بتصريح رسمي لوزير الصحه بحكومه تصريف الأعمال كان أشار إلى نفس الرقم اللي كنا من الصبح عم نحكي عنه 171 شهيد، إنما شوي المفقودين بعدهم ب30 مفقود، بين 30 والأربعين. في خلية أزمة، خلية طوارئ بوزارة الصحة تلقت اتصالات من أهالي المفقودين، بلغوا عن أساميهم وشو بيشتغلوا داخل المرفأ، وبالتالي في عملية إحصاء عم بتقوم توازيا يعني مع عملية فحوصات الدي ان اي اللي كانوا طلبوا للأهالي أهالي المفقودين انه يجوا يعملوهم بالتعاون بين قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، لأن مثل ما بيت معروف في عنا مجموعة من الأشلاء وأيضا من الجثث التي لم يتم التعرف عليها لحديت هيدي اللحظة. من هون ناتالي مع فور صدور نتائج فحوصات الدي ان اي، من المرجح أنه عملية المفقودين يبلشوا تقل أعداد المفقودين، نظرا أنه بعد في عنا أشلاء وجثث ما تعرفنا على هوية أصحابها. يعني فينا نقول بالعشرات عدد المفقودين. من هون عملية البحث لا تزال مستمرة، مثل ما ذكرت موظفين من إهراءات القمح بعدهم داخل هالمبنى اللي لا تزال أجزاء منه ما هبطت، شوي داخل من بعد ما فتحوا فجوة عمال الأنقاذ وقدروا يفوتوا لجوا، شوي عملية الحفر داخل هيدا المبنى عم بتكون بطيئة بسبب الأجزاء اللي بعدها عم تتساقط داخل هيدا المبنى اللي منهار كليا. أيضا كنا شفنا طرادات الجيش اللبناني عم تعمل عملية بحث بالبحر من أجل مع الغطاسين، من أجل أيضا نشوف إذا في عالم وعمال، نحن عم نحكي عمال يوميين كانوا يشتغلوا بتفريغ الشاحنات وهن شغلهم أقرب إلى الرصيف بشكل مباشر، تنشوف إذا في بين عداد المفقودين عالم داخل المياه داخل البحر، وخاصة بتاني نهار بعد وقوع الانفجار شفنا عملية إنقاذ لشخص مصاب بجروح، يعني بعد مرور 48 ساعة كان موجود ولا يزال على قيد الحياة بحالة يعني حرج شوي، إنما تم إسعافه وإنقاذه من داخل الماء. من هون فرضية أنه يكون في ناس تطايرت إلى المياه لا تزال قائمة، الجيش غطاسين من الجيش اللبناني بالإضافة إلى وحدة الإنقاذ بالدفاع المدني بعدهم عم يعملوا عملية المسح أيضا. هذا الموضوع كله عم يتزامن مع الاجتماعات اللي عم تنعقد من أجل إعادة تشغيل قسم الغير متضرر من المرفأ. نحن هون عم نحكي على مركز الحاويات و13 رافعة اللي بعدها موجودة اللي بفرغوا كونتينرز السفن.
يعني هذا كان كل شيء ناتالي لحديت هيدي الثانية، ونحن أكيد باقيين لتغطية أطول وأكبر خلال نشرة أخبار الساعة 8. ناتالي أكيد بنرجع لك بتفاصيل أكثر. شكرا ويعطيك ألف عافية زميلنا جورج عبود من أمام مرفأ بيروت. دكتور برجع لك وبنرجع لمسألة التحقيقات اللي أكيد نحن ما بندخل فيها وبننتظر جلاء الحقيقة نتيجتها، ولكن روايات كثيرة، وهون أكثر من علامة استفهام لماذا تم استبعاد فرضية العدوان الخارجي؟ هلا العدوان الخارجي يعني يجب أن يكون من إسرائيل أو من حزب الله كما يعني تتكلم بعض محطات التلفزة اللبنانية. الغرب اعتبر بدقة علمية أن هذا إهمالا. هلا في نظرية الإهمال، نظرية إسرائيل وغير حزب الله. أنا بدي أحكي على حزب الله. أول شيء بدي أقول حزب الله لا يقدر يهرب باخرة، بدي يجي من مضيق هرمز لبحر عمان لبحر عدن لباب المندب للساحل السعودي في البحر الأحمر للساحل الإسرائيلي في البحر الأحمر لقناة السويس والساحلين المصريين وصولا إلى شرق المتوسط، حيث توجد 60 غواصة وباخرة وتوربيد أمريكي وإسرائيلي. هل هذا معقول؟ بينما حزب الله عنده طريق تاني أسهل، بالطائرات أو برا، من إيران إلى العراق إلى سوريا. لاحظ أنت أي أسهل عليه الأمر الذي ينفي أن يكون حزب الله يعني له هذا الاهتمام. أولا حزب الله لا يهتم بمرفأ بيروت لأنه عنده مواقع أخرى في سبيل تأمين أسلحة وذخيرة له في الساحة السورية أو في ساحة جنوب لبنان. ثم أن يعني عملية التفجير لا تتطابق مع حاجته إلى الاستقرار في الوضع الداخلي، يعني هناك تهديد إسرائيلي تهديد أمريكي يعني بيجي بفرق. لذلك يجب أن نضع الاتهام ضمن إسرائيل والإهمال. هلا الغرب يرجح ان المساله اهمال. اليوم وامبارح وقلت امبارح سمعنا كثير من الاقاويل على لسان وزراء ومسؤولين ورئاسه الجمهوريه، وكله معه خبر، يعني كله معه خبر انه كان في قنبله موقوته، كان في قنبله ذريه موقوته صغيره نترات الامونيوم موجوده، وما حدا يعني اشتغل لحتى يظبطها. بضل في حدا، حتى الامريكيين اعترفوا انه كان في عندهم هيئه بتشتغل على البور في سبيل التامين هيك عدم فساد البور او استعماله لغايات ارهابيه. تبين انه كمان مع خبر، يعني هو الامريكان مع بس هون رئيس الجمهوريه مع خبر. الوزير سمعته هذيك اليوم قال انا بلغتهم بعثت لهم رساله انه تابعوا الموضوع وتحققوا منه وقفوا الخطر، ما ردوا عليه. رئيس الجمهوريه باكد انه هو ب 30 تموز يعني اخر الشهر الماضي يعني بلغهم انه العمل العاجل بهذا الموضوع، ما حدا بلغوه. لك هذا الوزير بده يحكي الصبح، الصباح قبل ما يصير الانفجار بعد ساعات بعث الرساله صار انفجار عشيه، يعني في شيء مشبوه. انا عم بقول مظبوط بعد بالرساله وفي ناس راحوا يلحموا على الباب القريب مثلا. لاحظي انت وبعثوا اطفائيين من دون يعني ممكن يكون اهمال حمايتهم انما مقصود بأي معنى انه اللي بعت هودي لحتى يلحموا، بس اكيد مش عارفين نتيجه. والله انا كنت هالكارثيه لانه هيدا يعني تعتبر بعدين مثلا روس بياكدوا انه 2750 طن انه الانفجار اللي صار انه مستحيل يكون هالقد، قالوا بيعادل ماكسيموم 600 طن. صح. طبعا في شيء في 2000 وين راحوا؟ 2150 2150 طن وين راحوا؟ طب هودي بيبيعوهم مين؟ بس انا صرت افهم اسباب الصراخ الجبلاطي، انه صرت هذا برر انه اعرف ليش هالصراخ. في حدا بيعهم، حدا بعتهم لمكان ما من طريق لبنان اكيد، فراحوا من طريق البحر وانباعوا. صراخ الجملات باي اطار قصدك؟ حدا باعهم عبرهم؟ جملات خول صار يسب حزب الله بدون سبب، وصار يهاجم ويسب الحكومه، يقول لك هذه الحكومه المجرمه الخاينه، انه شو السبب؟ انه ما هي الاسباب اللي بتخلي جملات يحكي هيك وغيره. وانبسط امبارح قال هيدا مطلبنا الاساس باستقاله الحكومه وهذا انتصار. مش هيضيع مش هيضيع التحقيقات، لانه في اكثر من وزير بأربع حكومات له ومسابق كان في لهم يعني مولي مباشر. أربع حكومات لا مي في بس العريضه، بس انه قال العريضه بكل وضوح انه حكومه الميقاتي يعني كانت اول ما وصلت الباخره، بعد منها تمام سلام، بعد منها حكومتين لسعد الحريري.
يعني من 2013 قصدك وزارة أشغال، مين كان مستلم؟ وزارة أشغال إجا مرة غاز زعيتر، بس غاز زعيتر شو خصه بالعريضة؟ نعم أنا عم بحكي بس كجنبلاط عنده العريضة وما لحق يعني، وقتها فرغت كان فال لحق. ليك أول شيء رجعوا لهذيك المرحلة بتلاقوا إنه كان في تهريب أسلحة وذخيرة من شمال لبنان لمنظمات داعش والنصرة من شمال لبنان، ثم بمنطقة تشوفوا عليه كان في كميات كبرى من المعارضة السورية. أنا متحدى بس هيدا الموضوع ما بيضلل شوي الموضوع ما بيضلل يعني ما... طرف بيقول أكيد حزب الله كان عم بيصنع صواريخ، طرف تاني لا تم تهريب هودي لتصنيع الأسلحة لصالح داعش يعني، واحترنا وين الخبرية الأقرب إلى المنطق هو إيه؟ ما قادر يجيب 20,000 طن من هودي بيجيبوا من إيران دغري على سوريا، شو بده هالشغلة؟ بعدين بس ما كان عارف بوجودهم، ما كان عارف. يمكن يكون حزب الله الوحيد اللي ما كان مهتم بالموضوع، بس شوي لا شو بده فيهم يعني، ما مش بحاجه لهم، هو شغله مش بحاجه لهم يعني. طرف كحزب الله بيعرف الشارده والوارده، النمله كيف قطعت على الارض، مش رح يعرف بهيك قصه بمرفق حيوي يعتبر انه كمان لازم يكون عارف الشارده والوارده فيه؟ الدوله ولا حزب الله؟ أنا بعطيه الدولة هيك، نحن بنحكي بشكل علمي، مين كان لازم بس شوي أكثر. مستغربة إنه تحييد الموضوع، إنه حزب الله مش مهتم، مش باله بهالقصة، مش عارف. ممكن يكون مهتم فيهم، مرقت القصة بس إنه في مهتم، ما بيهمه، لأنه الموضوع يعني التهريب إلى سوريا انتهى بال 2017، ما عاد في تهريب إلى سوريا، استطاعوا وتمكنوا بعد معركة القصير وهالوقت أن يوقفوا كل أنواع تهريب الأسلحة عم بحكي أنا، مش إنه تهريب من السلاح. طيب أوكي، بأثناء التهريب كان حزب الله مش ممسك كمان بلا بعده ممسك، تجيب لك هو عارف كان عارف مهتم لأنه بس هي مسؤولية أكبر، كيف يعني عرفوا مهتم؟ مهتم لأنه مش هو هيئة مسؤولة لك يا عمي، بس في بس هو شريك بالمسؤولية بالوطن، كيف يعني؟ مش هيك، مهتم هي شغلة الدولة، المرفأ هو مرفأ للدولة اللبنانية يا دكتور. بس يعني أنا هلا إذا بعرف شيء أنا ماني وزير، شو بدي فيهم يعملوا بدهم إياه؟ طب بس ما أنا مواطن عندي مسؤولية، شو بدي مسؤول؟ هلا قالوا له للحزب في شحنة لك إذا قلنا رصاص 6 ميلي منيح اللي له موجودة بالزهراني مطلوع بلكم بفتش عليها. هاي المسألة توقع تحت سلطة الدولة اللبنانية، ما بيقدر يروح يجي. هلأ يمكن يكون عرف اتباعا هيك بشكل شارد، بس إنه الدولة اللبنانية عرفت بكل أجهزة الدولة اللبنانية، بضل في حدا لك السفارة الأمريكية مع خبر كان كل هودي، والسفارة الأمريكية مباشرة موجودة بمرفأ بيروت، الرئيس عام بيبعث ببرد عليه. السفارة الأمريكية إذا عرفته مهتمت ما منلومة، بس منلوم طرف لبناني مش هيك بالسياسة وشريك أساسي بالوطن أنه عرف بالقصة ومهتم. أنا أتهم بعض الأجهزة اللبنانية الرسمية وغير الرسمية بأنها كانت على علم بهذا الأمر، وأخشى أن يكون هذا الإهمال متعمدا. أنا بس بقول لك شغلة، يجب أن نراقب ما الذي كان يهرب السلاح وذخيرة لسوريا بكل المرحلة الماضية، مين اللي عرف بالعمل رقم 12 وشو فيه وليش بعملوه، والمسألة لا يعني مش بس مقتصرة على الجمارك ومديرية المرفأ، المسألة كمان بتتعلق بأربع وزارات فيها وزراء داخلية ودفاع وأشغال، هودي كلهم يجب أن نتحقق معهم كيف تركتم هذا الأمر يحدث. بنروح لحزب الله بنجيبه من جنوب، بنجيبه من سوريا، لا مش هيجي، بس هودي هن مسؤولين عن هذا الأمر. أنا مثلا هذا الوزير اللي حكي أنا تعبت، قال له لك بعدت الصبح عم بسألهم شو فيه عشان يطلع انفجار، بنرجع بنقول انفجار بريء، مش ممكن. أنا عم بقول لك ما حدث، أنا بعد ما حكيها هو فعلا كانت الاستقالة كانوا عم يسألوا طلع قبل هو، قالوا له شو قصتها هيدي الوزير نسيت شو وزير شو، المهم قال له أنا بعدت الصبح صباح التفجير بعثت لهم لمديرية الجمارك والمرفأ انه هيدي قصتها النترات انتبهوا منها ونعالجها عشان يصير تفجير، يعني هذا ليس مريئا ابدا. انا عم بقول لك ممكن اهمال معتمدين هذا اسلوب التلحيم دافعين حدا يلحم وبعدين مدروسه في شيء مش طبيعي. المطلوب الاستمرار بالتحقيق، ما نعمل مثل كل اللجان الماضيه، كنا نعمل لجان حول الاحداث تسقط بالسياسه. هالمرة أنا أطالب دولة
يعني فخامة الرئيس ميشيل عون شخصيا بما أعرفه منه من مراقبية وشرف وشجاعة أن نذهب بهذا التحقيق إلى النهاية، لأنه تحول مجلس عدلة ووقع اليوم بدأ متابعة يومية لتحميل المسؤوليات للسياسيين الذين أما أنهم متواطئون أو أنهم لا يفهمون، وفي كلا الأمرين كارثة. مصيبة طبعا، مصيبة كبيرة، مش عادية. شو وزير بيفهم بيسرق الدولة ما بيعرف يهدي النيتران؟ كيف هذا حرام؟ مدينة مثل بيروت، نحن مثل لبنان، هلا أزمتنا الاقتصادية لك زادت 100% عما كانت عليه، هلا صرنا بإطار أزمة يمكن 300-400% أقوى من طاقة لبنان. هلا صرنا بدنا نلغي حالنا، كان بدنا 3 مليار من صندوق النقد او 4 او 5، هلا فوق ال 15 اذا مش 20 واكثر. هلا يعني مرفق بيروت بيكلم 10 مليار وعلينا نحن 100 مليار دين، لاحظ وما في انتاج بلبنان والعالم كله مضروب، وبعدين هيدا موقف تاريخي للرئيس عون ان يذهب الى الاخير مهما، حتى لو كان بالتيار الوطني الحر الوزير وهو مسؤول عن هذا الامر يجب ان يوضع في السجن، لأنه هاي المسألة. وهذا كان تأكيد رئيس الجمهورية بهالإطار. خليني أشير دكتور بأنه عم نشوف بجزء من الصورة مرفق بيروت وبجزء تاني محيط المرفق، حيث هناك اعتصام وتم قطع السير وتحويله باتجاه سوق السمك الكارانتينا بسبب هالاعتصام أمام تمثال المغترب بشارل حلو في إضاءة للشموع بعد أسبوع على هذا الحدث الجلل اللي أودى بعدد كبير من الشهداء والخراب اللي أكيد صار بعاصمتنا بيروت. وأيضا أريد أن أشير إلى معلومات للأو تي في بأن التيار الوطني الحر أبلغ المعنيين الموافقة على أي تدبير يعزز ثقة المجتمع الدولي بالتحقيقات في انفجار المرفأ. هلا المجتمع الدولي إذا كان بالفعل حريص على المسألة بيدعم التحقيقات بمجلس العدل وبيدعم شو في عنده معلومات موصلة للدولة اللبنانية، لأنه هناك اتجاه في الدولة هذه المرة على البحث عن الحقيقة المجردة. منه حدث عابر يعني، منه تفجير صغير، حدث ضرب الدولة اللبنانية. هذا الحدث ضرب الدولة اللبنانية ويهدد الانسجام الاجتماعي اللبناني بالتفجير. لا، هذا أمر ليس عادي ويتطلب معالجة من الدولة، لأن نحن ما بعتقد إذا راح أي تحقيق لبرا ما بيرجع، يعني مثل بيتسيس دغري. يعني قصدك لجنة التحقيق الدولية اللي عم بيطالب فيها شو هي الاشتراكي مثلا؟ الاشتراكي معروف لا يعني مش موتها، لأنه ما بده حدا يوصل للحقيقة أنه في سياسيين مرطين بالموضوع. بس قال أكرم شهيب ما بدنا يركبوا لنا طرابيش. هلا أكرم شهيب معروف يعني عم بيقول هيك ليه؟ لأنه عارف أنه في مسؤوليات بتوقع على وزراء بالحزب الاشتراكي. أكيد يعني عارف. وهالمرة أنا بقول لك إنه حتى في ناس عم يعملوا تحقيقات وسيصلون إلى نتائج لم يستعملوها لابتزاز جملات، لكنهم سيستعملوها هذه المرة للكشف عن حقيقة أن هناك من يدمر لبنان من قواته السياسية. لك بيكفي شو؟ أنت إذا عم تشتغل لصالح الطائفة الدرزية يا ريت، أنت عم تشتغل لمصلحتك مصلحة بن جملاط يعني، هذا وهداك بيشتغل لمصلحة بيت بري وهداك بيشتغل لمصلحة كلها صار قوى يعني هزيلة. بس كمان طالب بانتخابات على أساس قانون لا طائفي. كيف طائفي وبيطالب بإجراءات لا طائفية؟ امبارح على تيمو جملاط بعد أكرم لقاء رئيس بري كل ما بيحكوا فيها نصال لقدام شوي بتلاقي أول طرف بيرفض هو هني هو الحزب الاشتراكي. مرة اجا وليد جملاط بده يغير اسمه اول ما ورد عن بيه وبده يعمل حزب وطني، فزوا له المشايخ قالوا له هذا حزب للدروز هو رايح معروف بيسالي الخفري وشوفي بتضحك يعني. بعدين كل مش بس اني كل الاحزاب اللبنانيه هي احزاب طائفيه بالعمق مثلا يبقى كل حال بتغيير كل شيء يا ريت يعني، بس ما بيقبل مين رح يرفض الدوحه والطائف مش رجال الدين اولا اللي رح يوقفوا بجبهه الطائف اجى حكي من غير طائفيه سياسيه تشكيل مجلس الشيوخ. طب رجعي انت للجلسات وشوفي ما في فرقه قبلت كله مضوا بالطائف فرقه حبيتها كله وافقوا على المشروع بالطائف قوى الاساسيه راحوا اجوا على لبنان ولا فئه قبلت على الاطلاق. انا ما بقولك على الشيعة ما بيقبلوا الكاردينال راي على قال نحن ما بدنا الاكثريات العدديه يعني يتمسك بواقع الميثاق الداخلي. مش رايحين على عقد سياسي جديد؟ ما حدا بده دوله. مش رايحين على هالموضوع؟ نحن انا اتمنى بس بقول لك انه موازنات القوى هلا بين الاحزاب الطائفيه لا تسمح بذلك، لكنني انا اتمنى ان نذهب الى دوله مدنيه مع وجود مجلس الشيوخ يحفظ تاريخيه القوى. حقوق الطوائف. تاريخيه الطوائف ايه ممكن مجلس الشيوخ يحفظ
حقوقها وضعها التاريخي الى اخره. بس اللعب السياسي مين رح يمسكها؟ هلا اذا في حال عملنا دوله مدنيه، انا اقول لكل هؤلاء السياسيين ان اللبنانيين يندمجون في اقل من 25 سنه مع قانون انتخابات مدني، ساقول لك كلمه مثلا بتقلك وقت طويل على الأرض، لانه على الارض لا 25 سنه شوي شوي. لذلك الامريكيون يعني ينتمون الى نحو 80 الى 90 قوميه ولغه، اجوا عملوا لهم قانون، اجوا عملوا دستور وحدوا عداله اجتماعيه. صح. الامريكيون متساوون في السياسه والاقتصاد والاجتماع. بعد اقل من 25 سنه ستلاقي مواطن امريكي يدافع عن امريكيته، ما بيقلت له انت من اصل الماني انه اسود او لا اسود بقت شوي موجوده. بس على مستوى البيض اقله. هلا في عندهم هيدي يعني مفهوم العداله في السياسه والاقتصاد، الجذور من وينه ما بيقبلوا. نحن اللبناني بيقول لك انا اصلي ما بعرف منين، هني ابدا نحن امريكيون لانه متساويين بكل شيء. نحن بلبنان نعمل قانون انتخاب موحد على اساس المناصفه الطائفيه، تبقى المناصفه الطائفيه نص مسيحيه رح تبقى المناصفه. انا بتمنى مش مهدده، مش مطروحه المتالة اليوم. لا ما مطروحه ابدا. المتالة ناجي عن تفاعلات بالشارع. هلا بتجي لما نعمل قانون انتخاب بيقوم على المناصفه الطائفيه ولبنان دائره انتخابيه واحده، هيك المسيحيين بيحافظوا على حجمهم والاسلام بيحافظوا على حجمهم، انما باطار السماح الك والي للكل باختيار كل مرشحينا من كل الطوائف. يعني دائره واحده؟ دائره واحده بس يعني على كل شخص بينتخب 128 128 بس على كيف انا بدي انتخب حدا ما بعرف؟ ما بتعرفي انت عم تنتخب، عم تنتخب على اي اساس؟ نظام حزبي. نظام حزبي. انت بس بتقول كيف رح تجمع 128 بلايحه واحده بنظام؟ ما في مش بلايحه، رح اقول لك كيف انت عم تنتخب شوي يعني هن اثنين ثلاثه ما عم بيتفقوا يعني بدك تخلي 128 يتفقوا يعني ما تعملي اعملي دائرتين، اعملي ثلاثه المطلوب توحيد اللبنانيين. كيف بدك توحديهم؟ بدك توحديهم بالسياسي، بدك توحديهم بالانتخابات، طب ما بيضلوا هذا الدرزي ينتخب الدرزي والشيعي الشيعي. طيب صحتنا الداخلية مهيئة للانتقال النوعية؟ مش مهيئة دائما كل البلدان اللي فات فيها، لكن الثورة الفرنسية، هل كانوا الفرنسيين مهيئين للانتقال من نظام ملكي لنظام جمهوري؟ ما كانوا. ثورة حقيقية. اجت ثورة انتصرت واخذت الناس. نحن شو عنا اليوم؟ اخذت الناس عنا ثورة حقيقية تغير النظام. اخذت الناس بالسياسي مش بعصا. هيدي اقنعتهم، اجت عملت دولة فرنسية كل الناس متساويين، هلا اليوم اللبنانيين ما متساويين. بيجي بحطوا لك الشيعي بينتخب الشيعي والسني السني، شو بيطلع معنا؟ بيطلع مواطن مكرمج بالقوى بقوى الطائفية لطائفته. يعني مثلا هلا لاحظي عندنا الدستور يمنع الاندماج بين اللبنانيين، هذا الدستور الحالي، ليه؟ لأنه بيخلي كل طائفة لوحدها. أسوأ دستور بالعالم، لا يوجد دستور كيف شميل. يمنع الاندماج؟ قال لي كيف؟ هذا الدستور اللبناني لا يتعامل مع مواطن لبناني، يتعامل مع مواطن شيعي، مواطن ماروني، مواطن درزي، له حصة، له حصة مبين، ما بيقولوا له هيك. قصة الميثاقية، قصة التعايش، حصته بالنيابة، حصته بالوزارة، حصته بالتعيينات الإدارية، كلها مقصر ميثاقية، يمكن كلمة الميثاقية الوحيدة عرفت هذا. عشان هيك الدستور اللبناني يقسم اللبنانيين ولا يجمعهم، بينما بيجي دستور ثاني بيقول له أنت بطرابلس، أنت بحاجة لأمن الجنوب، لأمن الجبل، مثل ما في حاجة لأمن طرابلس، لأنه بالنظام الانتخابي بدأ لك حق تنتخب الكل، والكل له حق ينتخبوا عندك، بما يؤدي إلى أنه بصير في تعاون بين كل الأطراف السياسية اللبنانية بشكل عضوي، مش بشكل تفريز. هذا الميثاق الوطني والأخوة المسيحية الإسلامية، هذا حكي، شو عملنا الحكي؟ سيدي النبي رح يعزي المكان، هو منطقته مش عم بيلحق، بدك إياه يطلع على الشمال ويروح على جنوب وينزل على بيروت ولا بيتغير العلي كله. الحزب تقدمي واشتراكي، تقدم بينه اشتراكي، عرفت كيف؟ حزب ثاني كمان مثله، عم بحكي عن كل عم ركز عليه هو حركه امل، تنظيم شيعي، هلا بيلقوا واحد مسيحي بحطوه واجهه، مثل ما بيعملوا تنظيمات المسيحي، بيجيبوا شيعي حطوا نائب كتله. كيف هيك؟ ما بعرف، في سائب بالمنطقه عندهم في 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 موقع نيابي للمسيحي بيجيبوه بحطوه معهم. بس بشكل عام كل الاحزاب اللبنانيه تضحك على بعضها، انه مثلا الكتائب كانوا يحطوا واحد مسلم على المعونه، عرفت كيف؟ يعني مش التمويه والاسلام هيك عملوا تشغيل. هيدا أسوأ، هو الشيء اللي وصلنا لهون هو هذا التكاذب الوطني. التكاذب الوطني لا يلغى بخطاب، يلغى بانشاء دستور يؤمن اللحمه بين اللبنانيين. اللحمه تجي بمبدا الحاجه المتبادله، انا بدون ما اكون محتاج للمسيحي ما بتحد انا يعني. يعني نحن اليوم بحاجه لتعديل الطائف او تغييره او
او تطبيقه مثل ما هو، شو اللي بدنا نعمله؟ لا نحن الحقيقه او نصف الطائف من اساسه وذهب لا انا لسه متفائلا. المشروع الفرنسي لا يذهب الى حد اقامه الدوله المدنيه، اخشى انه يكون ذاهب باتجاه التاكيد على طائفيه الدوله، هذا شيء اكيد يعني. هيدي الاجواء لا صراحة. لا أجواء يعني الاجواء بالعكس، فرنسا مش لبنان دائره واحده، بالعكس دوائر صغرى. ما هي اسباب امساك الغرب واي دوله خارجيه بلبنان؟ هو التشتت الطائفي الداخلي، هو اللي بيخلينا ضعاف، الضعف بيجي من التشتت، تشتت سببه الطائفيه. الفرنسيون اتون الى لبنان من اجل اعاده بناء لبنان، مش مشينا نحن لكي يذهبوا الى سوريا، لكي انا بس بتمنى على الاخوان بس يفكروا شوي انه فرنسا الضعيفه حاليا على المستوى الاقتصادي والسياسي العالمي جاي على لبنان، بتحب اللبنانيه فرانكوفونيه والاخره، بس ما بالنهايه عندها مصالح، مصلحتها اين؟ مصلحتها في إعادة أعمار سوريا، إعادة أعمار سوريا مليارات، لذلك موقعها بلبنان هو الذي يقودها إلى سوريا، موقعها في لبنان هو الذي يقودها إلى إعادة أعمار العراق وحتى إعادة أعمار إيران واليمن. يعني في مشروع فرنسي ليضبطوا حالهم على مستوى تأكدي أن هذا الدور يبدأ من لبنان. أنا بتقولي لي كيف بليك بحزب الله كل هالهمس بين ماكرون ومحمد رعد، هذا الاعجاب المباغت ليس يعني، هذا له علاقه بنظرته، لانه حزب الله قوه لبنانيه صار وعنده قوه اقليميه ومساءه بدوره بمناطق كلها بدها اعاده اعمار. بتعرف شو بيقول عن ايران؟ بيقول لك حتى التيابس صار بده تغيير، كلها موديلات قديمه، يعني ايران لم تتجدد منذ 1970 بعدها مثل ما هي. هلا التجدد اوف صار هلا من 1980 تقريبا ايران لم تجدد شيئا، هي عملت صناعات داخليه بس ما لها علاقه لا بالثياب ولا بالاكل ولا عرفت كيف؟ كله قديم. هلا هذا التجديد بيجي منين؟ من الغرب. الغرب هو الذي يصنع الغذاء والطعام والملابس كل شيء. لذلك فرنسا يعني تريد الدخول الى هذه المنطقه من هذا الباب بمعونه مين؟ بتاخذ معها جعجعه وتروح على سوريا او معون جنبلاط؟ يعني الشيء الطبيعي انه الحريري بركي، والحريري ما بيخدع سوريا، الحريري حتى على الخليج بعد فيه خدع، يعني هلا السعوديين حاطين فيتو عليه مش منه قابلين فيه. انحكى بهالموضوع انه اذا قبلت السعوديه ما هو قال له قال له لماكرون اذا قبلت السعوديه بقبل. بعد لا ما قبلت السعوديه، ما في ضوء اخضر للسعوديه. ما بعد هلا ما في، السعوديه هلا عندها مشروعها مقاتله حزب الله. هلا يمكن الامريكان يقنعوها، لانه الامريكان بحاجه الى هدنه مثل ما عملوا بالعراق. بالعراق هناك هدنة أمريكية إيرانية، القاسمي هو المجسد لهذه الهدنة. هالهدنة شو بتعني؟ كنا عم نحكي بإخراج، كنت عم تقلي ممكن الحريري يكون قاسمي جديد. ممكن، أنا مش عملي إذا قبلوا السعوديين الحريري هو قاسمي أكثر من نواف سلام. نواف سلام شكل صدامي، يعني بيجيبوه إذا انتصروا هني ربحوا بيجيبوه له، بس بحالة هدنة. مشان هيك الطرف الشيعي رفض الفكرة نهائيا، الطرف الشيعي وحتى في أطراف تانية غير شيعية كمان ما بدنا فيه. وأؤكد لك أن نواف سلام عندما يأتي إلى لبنان سيكون لديه صلاحيات أمريكية استثنائية لا تمر في لبنان، يعني حتى موديل العماد عون ما بيمشي معه هيك. بتعرف هذا الرجل يعني طالع من التاريخ عامل قتال، قال له هيك، قال له بتعرفوني مين أنا وقت الحرب وبتعرفوني وقت السلم. عم يحكي مظبوط، قصودي بهالرجل انه حظه قليل انه كل ازمات الاقليم انفجرت هلا كلها بالكامل، يعني ما لحظه كان بعد في نقطه بهالكبايه لطفيت فاضت. ابدا ابدا. لذلك اليوم نحن على عتبه اتفاق، المفروض ان نبني بنيه داخليه لبنانيه ملائمه لهذا الاتفاق، مش نروح نشاغل احسب مين؟ دائما بس يصير في تسويات في طرف خسران، في طرف اذا مش خسران قدم تنازلات بشكل كبير كان يفضل السابق. انتهت عندما تمكنت الدولة السورية من استرجاع 75% من أراضيها، عندما يعني صمد أنصار الله في اليمن ولم يسقطوا. يعني المعركة الأمريكية كانت وين؟ كانت باليمن وبالعراق وبسوريا، ما كانت بلبنان، لأنه بلبنان كان في حزب الله هو دفع على الإقليم. انتهت هناك أنه كل أصدقاء حزب الله ركزوا محلاتهم بالإقليم، فكان هذا الأمر مثابة انتصار لحزب الله. لذلك أمريكا تهادن اليوم الحزب في الساحة اللبنانية هدنة وليس استسلام، وهو قبلين بالهدنة لأنه بحاجة إلى عرفت كيف؟ هلأ هذه الهدنة هامة جدا لأنه بتؤدي لإخراج لبنان من هذه الكارثة التي نحن فيها. هذه الكارثة لن تطيح على سعد الحريري وجعجع وجبلاط أن يفهموا أن هذه الكارثة قابلة لأن تطيح بلبنان، وأن لا مكان لهم إذا انتهى لبنان، ما في مكان لحدا أبدا. لذلك علينا الاتفاق، أنا أدعو إلى اتفاق اللبنانيين بهذا العهد الحالي. ما بيجي بقول والله خلص العهد الحالي، شو خلص؟
شو عملتوا انتوا؟ ركبتوا 30 سنه، لك 30 سنه دمرتوا لبنان، طلعوا حق حسن دياب؟ شو خصوا حسن دياب؟ كبش محرقه طلع. طبعا حتى كبش في انا 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 اسف لي رح اقول كلام يمكن يزعجوا بعض، انا بقول حتى اللي جابوه لحسن دياب اساءوا اليه. ضحوا فيه. اساءوا اليه اكثر من ضحوا فيه، اساءوا اليه لانه كان ممكن نحافظ يعني نطلعوا بشكل افضل. مش بهالطريقة اللي صارت. خلينا نحكي بسبب ليش ما قدر حسان دياب اشتغل وشو كان مطلوب ليقدر يفعل بهذه الحكومة اللي كانت ماسكة كرة النار مثل ما قالت بالأزمة، ولكن بدي ارجع اذكر بانه الجزء اليمين من الشاشة عم نشوف هذه المسيرة ب يعني المسار هو جميزة مرمخايل كارانتينا المرفأ لمناسبة مرور اسبوع على استشهاد ابناء وطننا، مسيرة شموع صامتة عن أرواح الشهداء تحت عنوان حتى يرفيق الشهيد ما تكون رحت على الفاضي. يعني أنا والله بتضامن معهم الحقيقة، وبطالب كل مناطق لبنان أن تنزل على الشارع. هلأ ما يعني ما يصادف أن هناك من يحاول استغلال الشارع للاعتداء على آخرين مثل ما عملوا بقصص أول امبارح. بتعرف قصص؟ لو في حدا كان فجر الوضع بشكل كبير. أنا يعني حزين على هؤلاء الشهداء أكثر من أي واحد بالدنيا. هؤلاء شهداء لبنان الفعليون، يعني سقطوا بإهمال وتواطؤ من بعض القوى الداخلية اللبنانية والإدارات اللبنانية. طيب ليش ما قدرت حكومة حسان دياب أن تشتغل وتفعل وتضبط سبعة أشهر ما قدرت تصلح شيء؟ أول شيء لازم نعرف حكومة حسان دياب لماذا تشكلت. أول شيء بتعرفي الشيخ سعد الحريري ترك صح الحكومة ولم يقبل رغم بعودة. دعمه المطلق من كل الأفرقاء ولم يقبل بالعودة صحيح. صار في يعني ما عاد في احتمال إلا إنه نجيب حكومة من يعني من المستقلين على أساس إنه بيجيها دعم تشتغل. هذه الحكومة منذ اليوم الأول لم يتأمل لها أي وسيلة للعمل، لأنه بتعرفي لبنان بلد ما في مصاري، يعني كان بدنا صندوق النقد الدولي. يعني قصدك الحصار الخارجي أدى إلى أنه تكون مكبلة وما تتحرك، خارجي وإفلاس داخلي أدى إلى أن هذه الحكومة لم تتمكن من فعل أي شيء، وليس كما يدعون لعدم سوء إمكانات وزرائها. يعني في وزراء كان عندهم سوء إمكانات هائل، بس ما في وسائل ليشتغلوا. صندوق النقد منعته أمريكا من أعطاء لبناء أي شيء، البنك الدولي كذلك، سادر أوقفته فرنسا. يعني كان في نوع من الحصار على حكومة حسان دياب. هذا الحصار يعني كان مؤسفا. الحكومة حاولت كثير تشتغل، ما خلوها لا بالداخل ولا بالخارج. والداخل في عنا طبقة سياسية أي تقريب للحكومة بدق فيهم. هلا إذا أي ملف بدها توغل فيه حكومة حسان دياب، مين بدها تصيب؟ بصيب داعمين. طب ما كانت عارفة هيك؟ مش ليش قبلت؟ يعني ليش حسان دياب حد ذاته قبل يحمل هيدي المسؤولية وهو عارف إنه رح يتكبل خارجياً؟ الذي دعم الحكومة قال لها اعملوا اللي بدكم إياه. عندما ابتدأ بالعمل اكتشفوا أن هناك حدود، يعني ما رح يسمحوا. بعدين مش بس هيك، لك بتحسي الحركة ضئيلة. يعني أول ما تحرك امبارح قال كلمة عن انتخابات مبكرة، حدفعوا سمنا بيبهدلوا برب اللي خلف. اليوم بيقول لهم أحد الثلاثي الداعم قال لهم الله لا رده، بما يعنيه يعني لاحظ قديش كان مهتم فيها هالقد. يعني قال هو بشكل آخر بس بتأدي لهالمعنى، يعني إنه منيح وراحت خلصنا منها. لذلك اليوم نحن هاي الحكومة سأقول للبعض الذي لا يعرف أنها حكومة تصريف أعمال قد تبقى أكثر من شهرين، وهي المدة التي تكلم عنها حسان دياب عندما قال رأعطيهم مهل شهرين قبل ما يستقيل، وكان يقصد أن بعد الانتخابات الأمريكية يمكن يعني ضل الأمور هيك بحالة مفاوضات. وقال أنا مستعد كفي شهرين أحمل المسؤولية. يعني ما بتعتبر شو اللي تغير بلحظة؟ كانون أول قال أنا مستعد يعني كفي شهرين، ممكن يكون قصده بحكومة تصريف الأعمال لأنه كان بجو أنه ما عادش بده يعني استشارات هلا منسية. حتى لو عملوا استشارات لن تؤدي لأي نتيجة إلا باتفاق دولي. الاتفاق الدولي كما قلت لك هو فرنسي مغطى أمريكيا، يبحث عن موافقة سعودية ويتفاوض مع معادلة الحكم التي هي العماد عون والرئيس بري وحزب الله. قديش هو مشغل العالم من هو؟ يعني هالبلد البلد يعني مشغل العالم. بتعرفي ليش؟ الشرق والدول المحيطة أول شيء هذا البلد بين سوريا وإسرائيل، هي واحدة من أهميته. في حزب الله، في غاز، ويطل على أهم بحر للغاز في العالم. يعني لحظي هالاشتباك كله والمرة الأولى أنا أقولها على التلفزيون أصغر بقع بالمنطقة شاغل الدنيا كله. يأتي رئيس الجمهورية من قلب المارونية السياسية ليؤيد المقاومة،
هي بعد ما صارت من 1900 كانت الضرب القاضي طبعا يعني. هي من 1948 ولا مره صار شيء مشابه المره الاولى. يعني لاحظي كيف استكملت كل هلا العوامل، انه غاز واسرائيل وبعدين لبنان وسوريا مثلا، تأييد العماد عون لسوريا أكثر من مرة صار هيك بهالكلام. هيدا أمر بتعتقد بمر بالغرب السوري وهو من قلب المارونية، يعني العماد عون ما له متطرف، ما يمثل مش المشرقي يعني طبعا. أول شيء من قلب المارونية المقاتلة، ما له يعني زلمة جاي سامج بي الحكيم، لا زلمة خايض حروب. العماد عون خايض حروب من قلب المارونية السياسية، لذلك هذا الرجل أنا عم أقول لك مطلوب عهده مطلوب رأسه، لكنه أقوى من كل هذه المحاولات. هو قوي رح يقدر، متأكد أنه المسيحيين يعني كل الطبقة الوسطى المسيحية والطبقة الواعية معه، هذا أمر أكيد. هلا مين بعض المتطفلين بالشارع اللي بيحرضون بيطلعوا بيحكوا، بس البنية الأساسية مثلا حتى الكهنوت اليوم متعادم معه لأسباب هو يعرفها. أنه طب أنا بدي أسأل، طب إذا في حال تفكك لبنان طب شو بدي يعمل هالكارديلال وما يقعد الناس؟ والله انا عم بتوجه له كلبناني، انا من جبل لبنان بكركي بقى يعني ان شاء الله ساعة بس عم يسأل السؤال. لذلك انه انا بيجي بقول وهيدا ما بيسوى وهيدا بيسوى وبتدخل. امبارح صار في خوارني هلا هو ما تدخل البطرك، قال بدنا حياد، بالعكس حكي حياد قال قعدوا على جنب ما تدخلوا لا الشرق ولا الغرب. ما حدا عم يعبر، بس انه انا لما اجي الاقي بتظاهره في خوارني مشاركين فيها، هيك اليوم حطوا خوري حكي بتظاهره القوه، يعني عم يحكي باسم الجعجع. طب على الخوري مواطن بالنهاية عنده رأي سياسي فيك تمنعه كمان. يعمل في خدمة الله، اللي بيعمل خدمة الله يعتبر كل الناس هيدي بالدولة الفاضلة، مش بالدولة الحقيقية. هلا بقى مثلا بتلاقي أنا بعتقد إنه هالأمر لازم نعمله ضبط لنحافظ على لبنان ونمنع هذه الانفجارات اللي ممكن تصير. نحن بأخطر مرحلة بتاريخ لبنان. أنا بتأمل من المفتي الجعفري ومن الكاردينال ومن المفتي السنة ومن شيخ عقل الدروز أنه يرتفعوا لمستوى هذه الأحداث، لأنها خطيرة جدا. مش إيجي أنا أقول للناس طريق الشوف القصر المختار، لا مش القصر المختار، طريق الشوف فيه 200,000 نسمة كلنا أهل الشوف. بعتقد تعلموا درس من هذا الموضوع وهذا الكلام. خليني كمان شير إلى أنه عم نتابع أيضا بالجهة الأخرى من الصورة وصول طائرة المساعدات الأمريكية لمطار بيروت الدولي بها الأثناء، وكان أصلا حكي بحديث صحفي مبارح رئيس ترامب بأنه تباعا رح توصل أو بداية ثلاث طائرات وبعدين طائرات أخرى. هل هالشي بدل بس تحسسا بالمسؤولية الإنسانية والتعاطف ومن مؤشر لكسر الحصار؟ لا، هذا مؤشر على بدء عودة الدولة الأمريكية إلى لبنان. يعني نحن بلشنا نعطيكم أمتين بدنا نتفاهم مشان نعطيكم أكثر وتعطونا سياسي. أوكي، هذا الشيء اللي راح ينقله. هلا نحن بداية سنتلقى الكثير من طائرات المعونات السريعة اللي بس بتضم الجرح ما بتعالجه. لبنان بده علاج أعمق، وأخشى إنه يكون في محاولة للاستثمار بهذا العلاج الأعمق، لأنه لبنان مفلس نهائيا. يعني إذا بقول لك أنا بشك إنه بعد شهرين يدفعوا رواتب الموظفين، أنا عم بحكيها بكل خوف على الناس، لأنه يعني لو وصلنا للمرحلة أتأكد سيحدث هناك انهيار كامل. يعني مشكلتنا لاحظي هالبلد ما بده يجيب مصاري، هلا لبنان ما بده يجيب مصاري ولا عنده مورد، لك ما في حق طابه، ما في شيء ابدا في هالمصريات. بس عم تحكي عن كارثه اجتماعيه كبيره، كارثه اجتماعيه اصلا قبل ما يصير كنا على شرفنا. كان في تخوف انه شهر اب يكون في تعثر بدفع الرواتب. اذا بجيب لك التصريحات تبع وزراء المال من سنتين لهلا بتقول لبنان بسويسرا، تسمع علي خليل تفتكر نحن بسويسرا، بعد شوي غازي وزني هذيك اليوم قبل ما يعمل وزير كان يطمننا يعني شي غريب. هلا غازي وزني اخر يوم كان يحكي انه كان محلل سياسي طلع التلفزيون انه عادي مش حاله. يا ليك وين صرنا، في كذب عم يكذبوا على المواطن. هذا الامر واصلين نحن لثوره اجتماعيه، الجوع سيؤدي الى انتفاضه اجتماعيه هي التي ستفتك بهذه الطبقه السياسيه. يعني الصدمه راح تكون اكبر من الصدمه اللي عشناها. صدمه كثير كبيره. تصوري انت قوى الامن والجيش ما يقبضوا رواتبهم، هل يستمروا ويقولوا لهم انتم عملوا مهمتكم الوطنيه؟ ما بيلبوا ساعتها، بده ينتفضوا مثل الناس، بده ينتفضوا مثل ما نحن. وانا عم لك انا اخشى ان نصل الى هذه المرحله قريبا، وهي مرحله خطيره جدا. يعني كل اللي بتلاقي قال عم يحتموا بالطوائف، عاد انت بتحتمي بالطوائف طالما في حد ادنى من اطعام المواطن. فبدل المواطن لما تجوع بكفي تعمل لك 100 وجبه
وتوزعهم على الناس ما بيقعد يكفي. هذا الامر ما بيقعد يكفي لا بالجنوب ولا بالشوف، هو اثنين عم يعملوا هيك هول المنطقتين، لذلك بكفي مركز كثير على لا ما حتى بالجنوب في توزيع طعام وعلى شوف. لا انا بحكي على حزب الله عم يوزع، عم يوزع مساعدات ما بتكفي، بعد فتره بده يلاقي انه مش هتكفي. هي بقصة عم تسند خابي، بس الخابي بالاخر رح تنكسر. طبعا انا عم اقول لك اذا وصلنا لمرحله انه الدوله وقعت نهائيا خلص، حتى مين بيضبط الامن؟ ليش مثلا اللي بالشمال بده يقبل يعني بواحد؟ دكتور انت متخوف كثير المرحله الجايه ضبابيه مش معروفه. لانه وصلنا لمرحله امريكا ستكشف عن مشروع سياسي، وهذا المشروع غير قابل للتطبيق في لبنان، لانه حزب الله مش حيقبله. يعني نحن صرنا اضعف؟ يعني نحن لاعبين ضعاف رح نكون على طاوله المفاوضات؟ صاحب المال هو اقوى. نحن قوية انه حزب الله انتصر بالقوة. يعني كل شيء كنا عم نقاومه بالفترة الماضية صار في خطورة نقدر نقبل فيه؟ هلا انا عم يعني بخطورة صفقة القرن، بخطورة كل الشروط الامريكية، بترسيم الحدود في خوف والشروط اللي رفضناها شنكر وغيره، هلا جاي هي اللي حنقبل بالشروط الامريكية. بدي يعرضوا شيء ما راح ينقبل، وهذا الامر يمكن يخلي الدولة اللبنانية تعاود الذهاب الى الصين. يعني انا ما بتفاجأ إذا الدولة اللبنانية وصلت لمرحلة ما قدرت تثبت المشروع الأمريكي، يعني ما العمل؟ بيضل في قدامنا، أما الانهيار الكامل مش مهم الرغبة اللبنانية وين بدها تروح، بدك تشوف رغبة الصين إذا هي حتعمل اصطدام مع أمريكا وهي يعني مستعدة لتفوت بهالشغلة. الصين عرضت إعادة مساعدة مثل ما عم نشوف هلا مساعدة الأمريكية اللي واصلة. ما قريت التصريح، عرضت إعادة أعمار مرفق بيروت. أوكي. لأنه بدها إياه تركيا نفس الشيء، بدها إياه بإطار طريق الحرير اللي عم تعمله. يعني وبعدين روسيا بامكانها المساعده، الصين وايران الى حد ما والعراق، يعني عندنا مجالات بالامكان، مش انه عم اقول لك رايحين على ازدهار، بس بالقليل بنمنع الانهيار الكامل بهي الطريق. هلا مع الغاز اللبناني اللي ممكن استثماره مش ضروري بالجنوب، في مناطق وقف التوتال. وقف ليه؟ هلا نحن قادرين بانتصار التفاوض كيف رح يرسي وشو اذا امريكا رح تدخل على لعبه الغاز والنفط. الصين بتفوت بالغاز، يعني هيك لك في صراع على الغاز بالمتوسط. لبنان عنده غاز داخل ارضه وله حق يشارك بالتنقيب عن الغاز في المتوسط. بالمتوسط في مشروع مصري اسرائيلي قبرصي يوناني، لا يستطيع لبنان ان يكون جزءا منه. اين يكون اذا؟ لأن لبنان ما في يكون بحلف غاز في إسرائيل. عرفت كيف؟ لذلك سيكون بالمحور المضاد. المحور المضاد هو سوريا ولبنان. هلا هذا المحور مدعوم من روسيا وقد يدعم من الصين. إذا دعم بصير في عنا غاز قابل للبيع، مش عم لك بنزدهر بس ما بنموت، يعني هلا نحن عم نفتش على سبل بنأمن حاجاتنا بالحد الأدنى من دون أن نصبح شرقيين. ما تصدقي قصة الشرق والغرب، من أطلق هذا الكلام لا يفهم. تخويفنا يعني مش تخويف، ما في شرق. هلا الشرق وين؟ نهار الاتحاد السوفيتي 89 الصين اليوم كله صار غرب، كله غربية، كله صار الصين غرب. تتحول صح. من نظام إنتاج شيوعي لنظام إنتاج رأسمالي. يعني شو يعني ما هو الغرب؟ الغرب هو النظام الرأسمالي، ما كلنا رايحين على نظام رأسمالي. شو باللباس يعني بهي اللي بيطلع عنا السعودية شرق، إذا عم نحكي باللباس والفولكلور والتقليد. الغرب هو نظام سياسي، كل العالم رايح على هذا النظام الغربي منذ قرنين من الزمن. لذلك لبنان قد يستطيع الدفاع عن نفسه إذا حاول الغرب إذلاله بشروط سياسية لا تنطبق على الواقع اللبناني. يعني مثلا فرنسا، هلا المفروض بفرنسا ان تحاول حمايه لبنان مع محافظتها على شيء من مصالحها. انا مش ضد انه يكون انه فرنسا تسعى لتحقيق شيء من مصالحها، انما في اطار الدفاع عن لبنان. لبنان هو مدخل فرنسا للاقليم. اذا فرنسا طبقت هذه النظريه عليها ان تجد سبيلا لحمايه لبنان، لانها بحاجه اليه بمقدار حاجه لبنان اليها. ومسارعه بكل تاكيد ماكرون ثاني نهار كان بلبنان، هذا دليل على انه بحاجه للبنان ولبنان بحاجه له. هاي منطق الحاجه المتبادله، هاي مساله سياسيه بتؤدي لنجاح السياسي. طب ليش دائما يتم انتظار حدث كبير مصيبه يتم التحرك؟ يعني بده مبرر على هذا استنزاف كان، يعني قبل بفتره كان ممكن ان تقدم امريكا فرنسا على اي تدخل لها في لبنان، هلا صار مبرر انه هالبلد فرط وقع. شو بدكم يا لوين بدكم تبعتوه؟ على ايران او على العراق؟ لذلك عند فرنسا ماكرون قال له لا، ماكرون قال لترامب في اخر اتصال هاتفي، قال له ان حصاركم الاقتصادي على لبنان يعني يزعج
كل الناس الا حزب الله هذا الكلام. قال له اياها بدقه وعلنا يعني، قال له انتم هذا الحصار الاقتصادي عم يضايق كل اللي احنا بنمر عليهم، بس اللي بدكم تضربوه حزب الله ما بيتضايق. حتى هلا تنكون واقعيين، مين يلي تضرر اكثر شيء؟ طبعا اكيد الناس ضايقت. حزب الله بنيه عسكريه سياسيه اقتصاديه، اقتصاديا لا يتعاطى مع النظام المصرفي اللبناني، هو بيجي مصرياته من ايران على الخط اللي قلت لك عنه على لبنان. يعني حتى لما يجوا اول الشهر بينزل دولار، تنزل اسعار الدولار لانه بوزع مصاري على العائلات المواليه له وعلى العاملين عنده، بيروحوا بيبيعوها بالسوق تنزل اسعار الدولار، معروفه كل اول خمس ايام، وسببها هذه الاموال. لذلك حزب الله لا بيتعاطى بالنظام المصرفي، قادر يجيب حتى اكله عن طريق سوريا، تموينه ذخائره شو، بس حزب الله عنده تمثيل في المجلس النيابي اللبناني، وفي عنده ما كان عنده وزير اخر مره. يعني هذا ليش راح يكون هلا ورق التفاوض؟ حزب الله ورقة تفاوض عن قوة إقليمية فقط، قوة إقليمية يعني على ملفه الخارجي وليس ملفه الداخلي. ما عنده بالداخل حزب الله، ما نحن شايفين، أنت شايفه وأنا شايف. حزب الله لا يزعج أحدا في الداخل، ما استعمل سلاحه ضد مجموعات حريرية إلا بال 2006 لما حاول. بس البعض بيقول ورطة الدولة بصراعات نحن بغنى عنها، شو قلنا باليمن؟ شو قلنا خليني أسأل، ما قال لي شو قلنا باليمن نحن؟ ما قال شيء. اليمن ليش بده يروح حزب الله يقتل هناك؟ حزب الله ليس موجودا في اليمن على المستوى العسكري، موجود بالشكل الإيديولوجي، بس كان في عندنا حزب الشيوعي اللبناني متأثر بالاتحاد السوفيتي، كنا كافينا نقول إنه الاتحاد السوفيتي عم يدمر علاقاتنا مع الحزب الشيوعي، ما قال عليها، في تأثر إيديولوجي بالعراق وباليمن. بسوريا كان على لأن الإرهاب إجا على لبنان، على الحدود مبرر أكيد. لا الإرهاب كان داخل لبنان، فين في لبنان؟ أرسال جيش لبناني وحزب الله. لذلك موضوع سوريا مبرر، موضوع العراق واليمن حزب الله ليس موجودا بشكل عسكري في البلدين، موجود بالتقليد الثقافي الإيديولوجي. يعني في ناس مثلا الحوثي بيحكي عن السيد حسن بيعتبره قائد الأمة، حر هو شو ليش بدي له لا أنا مثلا، أو بالعراق الحج الشعبي بيقدر كثير، هو بيقول بده إياه بيعتبروه نموذج. بس نحن كأطراف لبنانيين كمان ما يكون عنا زعيم وقائد خارج إطارنا الداخلي. أنا أؤكد لك أن علاقة مجمل القوى السياسية اللبنانية بالغرب أكثر عمقا من علاقة حزب الله بأي قوة إقليمية أخرى على الإطلاق. يعني مثلا قولي لي بلبنان شو عمل حزب الله بلبنان؟ هل اعتدى على حزب؟ هل فات أثر على الدولة؟ هل يحاول هذا العماد عون؟ له عنده تحالف معه؟ هل العماد عون مأسور بشيء بعلاقته بحزب الله؟ يعني بالعكس، بينما بتلاحظي أنت الرؤساء السابقين كانوا كلهم، ميشيل سليمان جابوا نوع من التفاهم السوري المصري، كل العالم تعرف، وإجا بعدين اغتنى ومشى حاله وراح. ابن منطقة ابن منطقة. بتعرفي مرة تشكي علي؟ ليه؟ تشكي علي للجامعة اللبنانية، أنا هي جابته على التلفزيون. على الجامعة؟ حولوني على التحقيق. إيه؟ كمان؟ حولوني على التحقيق، إيه طبعًا. بعدين سألت بجبال قالوا لي لأنك أنت حكيت عليها على التلفزيون. بيمون عليك طيب، ما ابن منطقته. أكيد مش عم بحكي لك، مش عم نهاجمه شخصيًا، بحكي عن الوضع. يعني ذلك نحن في مرحلة حزب الله لم يسئ إلى لبنان، بالعكس جعل لبنان منيعاً. قولي لي قبل حزب الله ب 82 إسرائيل كانت تهدم لبنان؟ ولا مرة ب 48 ما كان موجود حزب الله، يعني ب 48 ل 82 لل 2000 إسرائيل كانت تعتبر يعني لبنان ممر لها. بجيب لكم أنا كنت أتعلم بالجامعة، بجيب لكم الوثائق عن بونغوريون كيف بكى عندما تأسس لبنان وتم ضم الليطان إلى لبنان. تعرف شو قال له شارل ديغول؟ قال له أرجوك في اللحظة الأخيرة أن تعيد الليطاني إلى إسرائيل. يعني كان مشروع ضم الليطاني، وإسرائيل تخترق الحدود اللبنانية منذ 48 حتى 2000 من دون ما أحد يرده. احتلت جنوب لبنان 18 سنة، قليل وين كان جنبلاط وجعجع وكل الناس، ولا حد دخل. حتى الدولة اللبنانية جيشها ضعيف كان يومتها، جيش اللبناني كان. حزب الله هو الذي قاتل من 1982 ل 2000. ما بتعتقد دكتور بالظروف اللي عم نعيشها وبجو التفاوض والتسويه اللي بدات تنضج بالمنطقه، سلاح حزب الله ليس على طاوله التفاوض؟ انا اعتقد ان سلاح حزب الله ليس على طاوله التفاوض ابدا، لانه حماه بانتصاراته في الاقليم. يعني هلا مثلا دوره بسوريا صار في عنده حمايه الدوله السوريه، عنده حماية سلاحه بشكل مباشر بلبنان، عنده تأييد عراقي، عنده تأييد يمني. يعني حزب الله أصبح ظاهرة إقليمية. متى يسلم حزب الله سلاحه؟ عندما
تسمح أمريكا للبنان بتسليح الجيش اللبناني أسلحة كافية لردع إسرائيل. تعرف نحن حتى أسلحة مضادة للطائرات لا تسمح أمريكا لنا بها الجيش اللبناني. تعرف إنه بتعطي أسلحة للجيش اللبناني تشبه أسلحة الشرطة. يعني أنا عم ضحك بعض معروف إلى ممنوع. مثلا الجيش اللبناني عرضت عليه روسيا طائرات مجانية رفضت أمريكا. صحيح. مزبوط ولا عم نحكي؟ صحيح. إذا ما بدهم الجيش يقاتل بده يمنعوا كمان حزب الله من الدفاع عن منطقته؟ ما بيقدروا. واللزق انه في افرقاء لبنانيين، لك نحن اذا حدا احتل جولي بنروح ندافع عن جولي، نحن نقول لجعجع وللكل، نحن اي طرف لبناني سني شيعي، اي منطقه لبنانيه محتله هي منطقه لكامل لبنان وكل لبنان يدافع عنها، كل لبنان. لذلك بدنا ننطلق من هذا من هذه الاخوه اللبنانيه، مش ننطلق والله اتهم سلاح حزب الله، تعال انت دافع. انه اول شيء ما دافعوا لانه 82 حي حدث امر مختلف تماما انه هن شاركوا بغزو لبنان. لذلك انا بقول دعونا نذهب بالسياسه لتاكيد يعني علاقات لبنانيه مميزه ليس بين طوائف انما بين ناس عاديين بين جورج وعلي وإلي وعمر. يعني بدنا نلتقي هذا حلمنا طبعا هذا الحلم الاساسي هذا هو الحلم اللبناني بدك يكون كل الاطراف متفقين على هذا هو الحلم اللبناني. انا لا اقبل بهيمنه شيعيه على لبنان تماما كما لا اقبل بهيمنه مارونيه على لبنان، نحن بدنا هيمنه من كل اللبنانيين على بلدهم، يدافعوا عن بلدهم وتحصلوا اقتصاديا. تكاد تكاد مجزرة حتى. بالانتصار هيك نحن منعونا، هيدا الحلف اللي كان بين تيار الوطن الحر وحزب الله كان ممكن انه يؤدي بمراحل لاحقه لولاده تيار شعبي لبناني، تيار شعبي يقوم على التلاحم الثقافي، على الاندماج الاجتماعي الكامل، منع اليوم هذه المحاولة هي لإعادة إنتاج لبنان موديل 1920، يعني راجعين عن نظام الصرفية، هذا ما أخشى وأقول لك أن هناك من يمنع هؤلاء اللبنانيين بهذا الاقتراب من بعضهم بعضا. أنا بدي أشكر حضورك معي دكتور وفي إبراهيم الكاتب السياسي والأستاذ الجامعي.